تم إحالتهم على السيد قاضي التحقيق بموجب طلب افتتاحي لإجراء التحقيق وفقاً للمادة 67 من قانون الإجراءات الجزائية، إذ تم اتهام 7 مشتبه فيهم لارتكابهم جناية تكوين جمعية أشرار للإعداد لجناية السرقة المقترفة، 13 مشتبه فيه مع بقاء آخر في حالة فرار، وتم حجز مبالغ مالية معتبرة مجموعها يعادل بالعملة الوطنية 32 مليار و 633 مليون و 720 ألف سنتيم. وفي نفس السياق تم حجز 10 سيارات ودراجة نارية، بالإضافة إلى حجز عدة هواتف نقالة وشرائح هاتفية وأسلحة بيضاء تم استعمالها في الجريمة محل قضية الحال.